والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متابعي الوكالة العقارية السير، مرحبا بكم في عرض جديد وأرض جديدة للبيع يا متابعينا الكرام. أولا كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم للوكالة العقارية السير. فالعروض الجديدة التي وعدناكم بها، فها هي بدات العروض الجديدة، وما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد يا متابعينا الكرام. اليوم كنتواجدوا في هذه الارض كما كتشاهدوا زربيه ما شاء الله، ارض رائعه جدا، المساحه ديالها 7 هكتارات في الاقليم الحاجب بالضبط منطقه جري، يعني ارض صالحه بامتياز كما كتشاهدوا. هذه اللي كتشاهدوا هذه راه حبه حلاوه، هذه حبه حلاوه، مازال هذه حبه حلاوه جاي الارض ديالها، هي هذاك قبل هذاك الزيتون الحد ديالها متماك وغاديه تل الزيتون، الزيتون اللي كيبان لكم هنا هذا الزيتون هذا، وهي هذه الارض ديال الارض وهذا. ف7 هكتارات يعني زربيه محفظه، ارض محفظه كما كتشاهدوا، الكهرباء ها الكهرباء يعني البوطو ديال الضو كاينه، منطقه مائيه بامتياز، المنطقه ديال الفيرمات صراحه كاين الفيرمات هنا ما شاء الله ديال الداليا، كاين الفيرمات ديال جن الاشجار المثمره. فارض رائعه جدا 7 هكتارات وقريبه للطريق الرئيسيه الكودرون تقريبا 500 متر على الطريق الرئيسية المعبدة. فالأرض هي هذه اللي كتشاهدوا أمامكم يا متابعينا الكرام، أرض رائعة جدا وفيها ثلاثة الواجهات، فما شاء الله كما كتشاهدوا هذه التفنة ديالها، التفنة ديالها مزيانة ممتازة جدا. إذا متابعينا الكرام اللي بغى هذا العرض يزور هذه الأرض فيتواصل مع الوكالة العقارية تسجيل الرقم ديالنا المعتمد هو 0676948484، وعيد 0676948484. كما كتشاهدوا الحد ديالها هو هذا الزيتون، منا شاد الزيتون ومشات منا الارض، مشات 7 هكتارات تيتر فرونسي يا متابعينا الكرام، ارض جايه زربيه ومنطقه مائيه والتربه جد خصبه يا متابعينا الكرام، وقريبه للطريق الرئيسيه المعبده بحوالي 500 متر، والجيران كلهم عندهم الماء، يعني منطقه معروفه بالماء، وفرت المياه ولله الحمد. اذا متابعي الوكالة العقارية التيسير اللي بغى يزور هذه الارض، بالنسبه للثمن ديالها هو 45 مليون للهكتار الواحد، قابله للتفاوض، فقابله للتفاوض نيغوسيابل لو بري اي نيغوسيابل. فمرحبا بكم يا متابعينا الكرام، 45 مليون للهكتار الواحد. المساحه الاجماليه ديال هذه الارض هي 7 هكتارات كما كتشاهدوا، حنا دابا الان نزيدوا نجولوا فيها ما شاء الله كما كتشاهدوا، هي هذه. فارض جايه زربيه ما شاء الله، ارض ممتازه جدا، الضو كاين، منطقه نائيه ما شاء الله ما شاء الله، هادشي اللي نقولوا في هذا امام هذا الخير ما شاء الله، يعني موقع متميز بزاف متابعينا الكرام. اذا بالنسبه للثمن كما قلنا لكم 45 مليون سنتيم قبل التفاوض ديال الهكتار الواحد، فاللي بغى يشوف هذا العرض يزور يتواصل معنا، والف مرحبا بكم يا متابعينا الكرام. كنشكركم مجددا على التتبع ديالكم والوفاء ديالكم للوكاله العقاريه تيسير، ودائما العروض متواصله بحول الله وقوته. كنتمنى لكم كل الخير والى عرض جديد بحول الله، دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.